بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم كنشهدوا واحد الحدث تاريخي صراحه، بالرغم من ان الجماعتين ديال السويهله وديال الودايه يعني ما تمكنناش ان نحصلوا في انتخابات، الا انه بانتخابنا الامانات امانتين محليتين بهذه الجماعتين، تنقولوا للمواطنين ديال هذه الساكنه انه كل همومهم غادي يتم يعني التعامل معها وتقديم واحد الاجابات. اليوم شفتوا واحد الامور اللي تتبان عاديه وهي ماشي عاديه، الحزب تشهد واحد الديناميه قويه جدا. كانوا من كل انحاء مراكش اعضاء مجلس وطني منتخبون ولاو كيعضدوا بعضهم في اطار في حزب الاصاله المعاصره وكيساندوا يعني كل منطقه على حده. فهاد اليوم حتى هاد الناس هادو ديال السويهله وديال الودايه بينوا انهم هذيك المنطقه مسمينها السويهله، في حقها انا ما نسميها السويهله، هي صعيبه، منطقه صعيبه وماشي سويهله، لانها منطقه يعني سياسيا ماشي سهله. وكنقول للمواطنين ديال يعني والساكنه ديال هاد المنطقتين معا انه المره الجايه ان شاء الله بالخدمه اللي غادي تخدم في هاد المنطقتين في هاد الجماعتين يعني بتاثيرنا بالامانتين المحليتين اللي كنهني الساده رؤساء اللي الامناء المحليين اللي تم انتخابهم، انه غادي يكون واحد العمل جبار، غادي يتم فيما بعد يعني تشكيل تنسيق يعني المراه، منظمه المراه وكذلك الشبيبه، وغادي يتم تاطير هذه الامور باش يولي الحاجه اللي جميله هو ان الحزب لما كيكون عنده هياكل فكنكونوا يعني واحد المدرسه سياسيه اللي كتصنع القيادات وكتخرجهم. فحزب الاصاله والمعاصره قوي ويعني سيعد اقوى اكثر يعني باستكمالنا لمسار يعني هيكله الحزب، وهذا الشيء اللي كان فيه الفضل بعد الله سبحانه وتعالى كيرجع للقياديين والقياديات ديالنا، وعلى راسهم يعني السيده رئيسه المجلس الوطني الاستاذه فاطمه الزهراء المنصوري، السيد الامين العام السيد عبد اللطيف وهبي، يعني وكذلك السي غوداف رئيس الجهه ورئيس القطب التنظيمي، والسي عبد الرحمن الوفا وباقي القيادات اللي واقفين وداعمين هذا المسار وكيلهمونا صراحه، كيعطيونا الهام. حنا كشباب يعني في الحزب ما يمكن لنا ان نعطيو يعني نبدلوا الغالي والنفيس من اجل ان حزبنا هو الاول هنا، ولكن غادي يوليو الاول وطنيا ان شاء الله في الاستحقاقات المقبله، وهذا وعد ان شاء الله. شكرا جزيلا.